فضلا عن التشبت بالإطار المتقدم للديمقراطية التشاوكية التي تستعرضه المملكة المغربية كأحد المرتكزات الأساسية لتقوية مؤسسات دولة حديثة أساسه الحوار المسؤول والمشاركة الفعالة. وفي هذا الإطار شكلت الرؤية الملكية السامية بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة، لا سيما فيما يتعلق منها بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته في مقابل تعبئة الانخراط الاجتماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها في إطار الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني. ففي رسالة جلالته الموجهة للأشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية في نسخته الثانية المنعقد ب 20 فبراير 2017 حدد العاهد المغربي حفظه الله المعالم الكبرى الذي يجب أن تؤطر النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.